السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، اهلا بكم مرة تانية مع مراجعة شهر فبراير. طبعا مراجعة شهر فبراير هنراجع فيها الوحدة السابعة والتامنة. طيب يا ترى مستر هنراجع من ايه؟ هنراجع من الكتاب ده. الكتاب ده حبايبي هو ملحق الباهر، وده طبعا من الملاحق المهمة جدا حبايبي، وانا ما بعتبروش ملحق بس، لا ده يعتبر ملحق ومراجعة نهائية. الملحق منظم جدا لانه بيجيب لي في الاول مراجعة على القواعد، وبعد كده بيجيب لي مراجعة على كل وحدة من الوحدات اللي احنا خدناها. طب يا مستر انا دلوقتي ما عنديش الكتاب، يعني انا ما اشتريتش او مش شغال من كتاب الباهر، انا شغال مثلا من كتاب شكل معاصر او كتاب شكل بيت باي بيت او ايا كان الكتاب. هقول لك ما تقلقش، انا صورت لك الجزء الخاص بمراجعة الوحدة السابعة والتامنة وحطته لك في ملف بي دي اف، هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. هتدخل على الرابط وتحمل الملف وتحل معانا وتتابع ان شاء الله. شكل ما قلنا الملحق عامل مراجعه قويه جدا على كل واحد، تابعنا وحاول تركز في كل كلمه بنقولها لان ان شاء الله هنشرح كل شيء تاني بالتفصيل. يلا بينا. تعالوا حبايبي بقى نبدا باول جزء معانا، هو جزء خاص بالقواعد، ودي حاجه مميزه جدا ان هو بيديني القواعد الاول وبعد كده بيديني تدريبات عامه على كل يونت. طبعا في اليونت الاولاني حبايبي كان مديني البربوزيشنز يعني حروف الجر. عرفنا ان الرايت والليفت الاثنين بياخدوا حرف الجر اون، يعني لما اقول على اليمين اقول اون ذا رايت، ولما اقول على اليسار اقول اون ذا ليفت، لما اقول على الحائط بقول اون ذا وول، لما اقول في المنتصف حبايبي بقول ان ذا ميدل، وكمان لما اجي اقول بجوار بقول نيكست. ويبقى مهم هنا ان انا اخلي بالي من البريبوزيشنز دي حروف الجر. تعالوا يلا نشوف نمبر 1. بيقول لي ذا رايت اوف ذا روم ذير از ان ارمتشير، اكيد طبعا رايت بتاخد حرف الجر اون فاقول اون ذا رايت اوف ذا روم. نمبر 2 بيقول لي ماي بيد از نيكست اي تيبل، اكيد السرير بجوار وبجوار اسمها نيكست تو. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي the left of the room there is my sister's bed، اكيد طبعا on the left of the room، طبعا on the left يعني على اليسار. تعالوا يلا نشوف نمبر 4 بيقول لي the middle of the room there is a table، طبعا in the middle، ودي بستخدمها طبعا حبايبي لما اجي اعمل وصف للغرفه بتاعتي او اكتب باراجراف عن الغرفه بتاعتي. نمبر 5 بيقول لي the wall of the room there are lots of posters، اكيد طبعا on the wall يعني على الحائط. نمبر 6 بيقول حمزه sits a to عمر، طبعا بيجلس بجوار، طالما تو يبقى اكيد لازم اخد نيكست ونيكست تو معناها بجوار. تعال نشوف نمبر 7 بيقول I hang some photos، يعني كلمه hang دي حبايبي معناها يعلق، فبقول I hang some photos at the wall، اكيد طبعا هاخد حرف الجر on the wall يعني على الحائط. نمبر 8 بيقول there is a window، يعني يوجد شباك at the right of the class، اكيد طبعا on the right of the class على يمين الفصل. طبعا حبايبي في الجزء اللي بعد كده اتكلم لي عن البريفكس دي اللي هي اليو ان ان، وقلت لما بتيجي في بدايه الكلمه بتغير معناها للعكس او النفي، وبيديني مثله بقى شكل فريندلي unfriendly، ودود وغير ودود، comfortable uncomfortable، مريح وغير مريح، lucky محظوظ unlucky يعني غير محظوظ، safe يعني امن unsafe غير امن، happy سعيد unhappy غير سعيد، fair يعني عادل و unfair يعني غير عادل او ظالم. تعالوا يلا نشوف التمارين اللي هو مديها لي على الكلام ده. نمبر 1 بيقول لي his cat died last week، قطته ماتت الاسبوع اللي فات، he was very اكيد هيبقى حزين، يعني ايه حزين؟ هتقول لي unhappy اللي بتساوي sad. نمبر 2 بيقول لي the armchair is very easy to sit on، اكيد uncomfortable uncomfortable يعني غير مريح. نمبر 3 بيقول لي it's a to go down the dark street alone، انك تمشي في الشارع الضلمه لوحدك ده طبعا unsafe، unsafe معناها غير امن. نمبر 4 بيقول لي it's a to eat everything and don't leave any for us، طبعا بيقول لي ايه انك تاكل كل حاجه وما تسيبلناش حاجه، يبقى اكيد طبعا ده unfair ظلم طبعا. طب نمبر 5 بيقول لي he's very a because he missed the bus، طبعا ما لحقش الاتوبيس او فاته الاتوبيس، يبقى اكيد هو unlucky والله حبايبي يعني غير محظوظ. نمبر 6 بيقول لي she's very a she never smiles or tries to make friends، يعني عمرها ما بتبتسم ابدا ولا بتحاول تكون صداقات، يبقى she is unfriendly، unfriendly يعني غير ودودة. نمبر 7 بيقول I'm glad that he didn't buy that couch it was really a، بقول انا سعيد ان انا ما اشتريتش الاريكه دي او الكنبه دي لانها كانت ايه اكيد uncomfortable يعني غير مريحه. نمبر 8 بيقول لي she is very a because she lost her homework، بيقول لي هي ايه لانها فقدت الواجب بتاعها، يبقى اكيد she is unhappy، unhappy يعني غير سعيده. طب تعال نشوف يلا نمبر 9 بيقول لي the electrical wire، electrical wire حبايبي يعني السلك الكهربي، looks very a don't touch it اوعى تلمسه، يبقى اكيد unsafe، unsafe يعني غير
آمن. تعال نشوف number 10. بولي we all thought the new girl was A but actually she just didn't talk much. احنا فكرنا في الاول ان البنت دي unfriendly غير ودودة, بس للأسف هي طلعت بس ما بتحبش تتكلم كتير. number 11 بولي the word unsafe means unsafe حبيبي غير آمن يعني dangerous خطير. طيب تعال نشوف number 12 بولي we add the prefix بنحط البديئة ايه to happy to give the opposite. opposite حبيبي يعني عكس, يبقى اكيد بحط un عشان تبقى unhappy. number 13 بولي the word unhappy is the same meaning as unhappy. طبعا معناها ايه؟ هتقول لي ساد يا مستر. طب تعال نشوف يلا سؤال التوصيل بتاعي بيقول لي يا ترى unsafe معناها ايه؟ طبعا dangerous خطير, يبقى واحد حصلها ب. number 2 بقول unhappy اكيد sad حزين. unfriendly يبقى not kind to someone يعني مش طيب مع اشخاص. تعالوا حبايبي يلا اتكلم لي برضو عن زمن الماضي البسيط. واحنا قلنا حبايبي ان الماضي البسيط ده عبارة عن تصريف تاني للفعل. واحنا قلنا التصريف التاني حبايبي ممكن يكون regular يعني عادي, وممكن يكون irregular يعني شاذ او غير منتظم. قلنا الريجولر اللي بزود له دي او اي دي او اي اي دي او بضاعف احط الاي دي, اما الريجولر اللي بتغير شكله مثلا شكل سي كده والماضي بتاعها سو او باي والماضي بتاعها بوت. فلما يجي يقول لي اي فيزيتد هير هاوس وين اي واز 5 طبعا بقول له ان الكلام ده في الماضي عشان الفعل ده في اي دي او زود له اي دي, وده بقول عليه ريجولر فيرب يعني فعل منتظم. طيب المثال الثاني بيقول وي ونت تو ماي انس هاوس at the beach every summer. طبعا حبايبي وانت هنا بقول عليه فعل ماضي. لو سألتك عادي ولا شاذ اكيد هتقول لي شاذ. ليه؟ هتقول لي مغير شكله ما زودلوش ولا دي ولا اي دي. طيب المثال الثاني قال لي he loved living in his grandmother's apartment as a child. كطفل. طبعا هنا بعبر عن حاجات حصلت في الماضي, فطبعا اللفظ لو قلت لك فعل عادي ولا شاذ هتقول لي عادي طبعا لانه زود له دي. طبعا حبايبي انا قلت بستخدم الفعل في الماضي اذا لقيت اي علامه من علامات الماضي. any keyword for the past شكل مثلا كلمه yesterday, شكل كلمه last, شكل كلمه ago, شكل كلمه in the past يعني في الماضي. اي كلمه من دول حبايبي بعرف ان الكلام ماضي على طول, فلازم اجيب فعلي في التصريف التاني. I met her in the gazik 2 years ago. شايف اجو من علامات الماضي, يبقى لازم اقول met, ما ينفعش اقول meet. طبعا هنا حبايبي بقى بيقول الطبيعي ان انا بحط طبعا دي لو الفعل انتهى بايه, لو ما انتهاش بايه بحط اي دي. بقلب الواي حبايبي فقط لو قبلها حرف ساكن, اما لو قبلها حرف متحرك شكل play ما بقلبش, بحط الاي دي على طول. في الصفحه اللي بعدها برضو مازال بيدينا امثله شكل travel traveled, want wanted, help helped, كل ده زودت اي دي. هنا try tried قلبت الواي طبعا عشان قبلها حرف ساكن. carry carried برضو قلبت عشان قبلها حرف ساكن. study studied نفس الفكرة حبيبي. طبعا come came the shaz, eat ate the shaz, we see saw the shaz. طبعا مديني هنا بقى حبيبي افعال منتظمة خدناها كلها, وطبعا مديني افعال غير منتظمة تحت ودي برضو خدناها كلها ودرسناها. طبعا شكل ما قلنا حبيبي ان الفعل اللي في الماضي دايما بنفيه بكلمة didn't الا was were, يعني في حالة ان الفعل بتاعي حبيبي بيكون was او were هنا ما ينفعش ابدا انفي بكلمه didn't. ليه؟ لان النفي بتاع was wasn't والنفي بتاع were حبايبي weren't. يبقى اذا انا بنفي اي فعل في الماضي بكلمه didn't الا was were. وطبعا لما انفي didn't حبايبي لازم الفعل يرجع لمصدره, ما ينفعش الفعل ابدا يكون في الماضي مع كلمه didn't. مديني امثله the people didn't help, هنا ما ينفعش اقول بقى helped حتى لو في اي علامه من علامات الماضي. عرفنا حبايبي ان did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل, وبجاوب عليها ب yes او no. بيقول لي did you visit, ولاحظ visit ما ينفعش اقول visited. ليه؟ اقول له طالما did موجوده خلاص فعلي بيرجع لاصله. did you visit Ali yesterday, yes I did or no I didn't. طيب قلنا حبايبي برضو did هي اللي بتيجي وراء اداه الاستفهام, يعني السؤال بيكون من اداه استفهام did subject الفعل وبعدين برضو مصدر, يبقى مع did دايما او didn't فيه مصدر. مديني مثال بيقول لي when did you meet هبة؟ قال I met her 2 days ago, يعني انا قابلتها من يومين اتنين. طبعا شكل ما قلنا بقى حبايبي انا بختار الفعل في الماضي اذا لقيت اي علامه من علامات الماضي شكل yesterday, ago, in, وسنه في الماضي, lost, in the past او once. تعالوا بقى حبايبي نشوف التمرينات اللي هو مديها لي على الدرس ده. number 1 بيقول لي ايه a lovely day yesterday. طبعا yesterday حبايبي من علامات الماضي فلازم اخد had, برافو عليكم. number 2 بقول last summer يعني الصيف اللي فات I ate to Alex with mom. هتقول last summer يا مستر من علامات الماضي فبالتالي هاخد went.
لو سألتك وانت ده فعل عادي ولا شاذ اكيد هتقول لي فعل شاذ. تعالوا حبايبي الصفحه اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي ذا سي اي ريلي بيوتيفول. طبعا هنا بقى مش مديني اي علامه من علامات الماضي بس هقول لك ذا سي ما ياخدش بي ولا ياخد بينج ولا ياخد وير عشان السي مفرد فياخد واز. ولو قلت لك انفيل الجمله دي هتقول لي ذا سي وازنت. ليه يا مستر؟ هتقول لي لان واز النافي بتاعها وازنت مش ديدنت. نمبر 4 بيقول لي يسترداي. هتقول لي اه دي علامه من علامات الماضي يبقى وي اي جوس ات ا كافيه ان ذا سكوير. هتقول لي درينك. ليه درينك؟ هتقول لي لان الكلام في زمن الماضي. نمبر 5 بيقول لي وي اي تو ذا ماركت 2 دايز اجو. هتقول لي برده في اجو يبقى اكيد هاخد drove. برافو عليكم. نمبر 6 بيقول اي نيرلي اي ذا ترين. اه اي نيرلي. طبعا هنا حبايبي يا ترى هاز مس ده هتقول لي اي ما بتاخدش هذا مستر. طب مسس هتقول لي اي بيجي معاها مصدر يا مستر. طب ميسنج ما تنفعش من غير ام واز وار يبقى ما فيش حبايبي غير مست. ولاحظ ان هنا مش مديني علامه. اي نيرلي مست ذا ترين تقريبا هفقد القطار. نمبر 7 بيقول لي اي اي هير هاوس وين اي واز 5. اه هتقول لي يا مستر في وين اي واز. واز دي من علامات الماضي فبالتالي لازم اقول فيزيتد. وفيزيتد حبايبي بمعنى زرت. نمبر 8 بيقول لي ذا اي هير ان ذا جازيك 2 ييرز اجو. اه اجو من علامات الماضي فلازم تقول لي ميت. برافو عليكم. نمبر 9 بيقول لي هي ايت تو ساوث امريكا وين هي واز يونجر. اه برضه وين هي واز يونجر يعني لما كان اصغر فبالتالي ده ماضي فلازم اقول ترافل يعني سافر. نمبر 10 بيقول لي ا لوكال فيليجر. اه يعني احد سكان القرى المحليين. ايهم وير ذير واز ا هاولر مونكي. هتقول له اه يبقى تولد اخباره لان واز في الماضي. نمبر 11 بيقول لي ذا رين. ورين حبايبي اللي هي المطره. بيقول لي the rain a very heavy yesterday. هتقول له was. خلي بالكوا حبيبي الرين اسم لا يعد بيعمل معاملة المفرد فبالتالي ياخد was ما ياخدش where. نمبر 12 بيقول لي she ate a hand and someone was shouting. طبعا اكيد she saw. ليه؟ قال لي was shouting في الماضي يبقى لازم اقول she saw في الماضي. نمبر 13 بيقول لي we ate some new friends last vacation. طبعا هنا last من علامات الماضي فلازم اقول مات برضو في الماضي. نمبر 14 بيقول لي she ate to visit us yesterday. هتقول لي yesterday برضو من علامات الماضي. فين الفعل اللي في الماضي؟ هنا هتقول لي came. نمبر 15 بيقول لي he didn't eat all over Egypt. هتقول له يا مستر هنا بقى في didn't. وطالما في didn't يبقى لازم ارجع فعل المصدره. طب فين المصدر حبايبي؟ هتقول travel. travel حبايبي معناها يسافر. يعني يا مستر ما قولش travel ده. هقول لك لا طبعا لان في didn't. واحنا اتفقنا ان didn't او did موجودة سواء في النفي او السؤال لازم اجيب معاها مصدر. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 16 بيقول لي he ate ام علي in طنطا. طبعا حبايبي he didn't بس هو هنا طبعا المفروض يجيب لي اي علامة من علامات الماضي لان برضو لو جابها لي بالمنظر ده انا ممكن اقول he doesn't eat ام علي in طنطا. هتنفع الاثنين طبعا يعني تمشي doesn't و didn't. المفروض هنا بس يحط لي علامة من علامات الماضي لكن لو ما حطليش عادي ممكن اقول الاثنين. نمبر 17 بيقول لي where ancient Egyptians build their homes. هتقول لي طبعا ancient Egyptians مش محتاج علامه من علامات الماضي لان هم اصلا قدماء مصريين فلازم اقول where did. اين بنى القدماء المصريين منازلهم. نمبر 18 بيقول لي ancient Egypt حبايبي يعني في مصر القديمه people ate water from the Nile. برضو نفس الكلام انا مش محتاج علامه لان بيقول لي في مصر القديمة فأجيت هقول used يعني استخدمه. تعال نشوف نمبر 19 بقول what did people eat to build their homes. هتقول له مستر طالما في did لازم أجيب مصدر الفعل فلازم أقول use. طب تعال نشوف 20 بقول they didn't eat by airplane. طبعا طالما جاب لي didn't يبقى لازم أجيب مصدر يبقى they didn't come. نمبر 21 بولي where did you eat last week. هتقول له مستر طالما في ديت يبقى لازم ارجع فعل مصدره فبالتالي لازم اجيب go. تعالوا حبايبي بقى نشوف السؤال الثاني واللي بيقول لي فيه صحح الجمل دي. we go to my aunt's house last summer. الصيف اللي فات. هتقول له ده ماضي يبقى المفروض تبقى went. برافو عليكم. i meet her at the club 2 years ago. هتقول لي اجو من علامات الماضي فلازم اختار met. تصريف ثاني he visit her house when he was. هتقول لي was ماضي فلازم تكون visited في الماضي. نمبر 4 بيقول لي he carry our heavy cases to the car last night. هتقول له مستر last night من علامات الماضي فالمفروض carry تبقى carried بس عايزك تلاحظ حاجه ان انا هقلب الواي بتاعتي الاي اي دي لان قبلها حرف ساكن. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي yesterday. هتقول له ده ماضي my cousin ate to visit us. هتقول لي came.
وكيم ده فعل irregular يعني غير منتظم. Ancient Egyptians مش محتاجة علامة، دول القدماء المصريين. Make their homes near the Nile، هتقول لي اه يبقى made الماضي شاز. He didn't traveled all over Egypt، هتقول له مستر طالما didn't يبقى لازم ارجع فعل المصدر ويبقى travel بس. طب تعال نشوف number 8، بقول our grandma go to Aswan last year، هتقول له our grandma last year دي من علامات الماضي مستر، يبقى المفروض اقول went ذهبت. Number 9 بقول it rained heavily yesterday، اه yesterday ماضي يبقى المفروض اقول rained. وهنا حبايبي بقى لازم اكد على تصريفات الافعال. Number 10 بيقول لي ancient Egyptians يعني القدماء المصريين want to keep their homes cool، كانوا عايزين البيوت بتاعتهم برد. في ناس بقى حبايبي بتلخبط في كلمة want to went، went ده ماضي والمضارع بتاعها go، لكن want بالاي ده فعل مضارع والماضي بتاعه حبايبي wanted يعني أرادة. Number 11 بيقول لي did you came late، طبعا حبايبي انا طالما جبت did فعل لازم يرجع لمصدره يبقى المفروض اقول come. Number 12 بيقول لي what did he told you، طبعا طالما في did حبايبي يبقى لازم اجيب tell يبقى what did he tell you يعني ماذا اخبرك. طبعا في الوحدة الثامنة حبايبي كان بيكلم لي عن الامراض، وقلنا الامراض بتاخد الفعل have و has، يعني لما اجي اقول انا عندي بقول I have، هم عندهم they have، احنا عندنا we have. وهنا بقى لازم اكد يا ترى مين اللي بياخد have ومين اللي بياخد has. احنا قلنا اللي بياخد have I و they و you و we والاسم الجمع، واللي بياخد has حبايبي هو he و she و it والاسم المفرد. فلما اقول له I اقول له have ما اقولوش has. طب لما اقول له عمرو اقول له مفرد ياخد has، وقلت في النفي حبايبي بجيب don't have او doesn't have. وعايزك تلاحظ بقى ان مع don't و doesn't ما ينفعش اجيب has خالص، لازم اجيب have. يعني في النفي مفيش has، مفيش غير have بس. الفكرة هنا يا ترى مين اللي بياخد don't ومين اللي بياخد doesn't. قلنا اللي بياخد don't هو اللي بياخد have، I they you we والplural noun الاسم الجمع، واللي بياخد doesn't هو he وshe وit والاسم المفرد. طيب نفس الكلام في السؤال، احنا قلنا ان do does لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، يبقى الفكرة لازم احفظ مين اللي بياخد دول هو I و they و you و we والاسم الجمع، واللي بياخد does he و she و it والاسم المفرد. اديني مثال بقول لي do you have a headache، فلو قلت yes هطلع بدل you بتتحول ل I فقول yes I do. طب no يبقى لازم الفعل المساعد يجي له not، no I don't. نفس الكلام does نها have a toothache، هل نها عندها ألم في السنان؟ لما قلت yes وطلعت بدلت نها عوضت عنها بشي وقلت yes she does. طب no no she doesn't. قلنا حبايبي برضو نفس الكلام في تكوين السؤال، أداة الاستفهام بلاقي وراها do does على حسب الفاعل بتاعي، وبعد كده برضو في السؤال مش هلاقي غير have، مش هينفع الاقي has أبدا. يعني ما تقوليش what does he has وتقول أصل هي بتاخد has ليه، لأن طالما في does لازم أرجع فعل المصدر. بس كده بقولي what do you have، شال what شال do يحولها ل I وقال لي I have a cold. طب what does she have، شال what وشال لي does. does مش بخيلة حبايبي بتسيب لي اس تروح على have تخليها has على طول، فقال لي she has a backache، عندها ألم في الظهر. تعالوا بسرعة حبايبي نشوف التدريبات اللي مديها لي على have و has. بقول لي I a headache، هقول له oh I بتاخد have. طب علي a stomachache، هتقول لي علي بياخد has. they a headache، هتقول لي they have. طيب A have a cold، يا ترى مين من الضمائر دي اللي بتاخد have حبايبي، هتقول له وي يا مستر. نمبر 5 بيقول لي has a toothache، عنده ألم في السنان، يا ترى مين من الضمائر دي اللي بتاخد has، هتقول لي هي يا مستر. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي do you eat an earache، طبعا قلنا في السؤال مش ممكن بقى هلاقي غير مين have، يبقى do you have. نمبر 7 بيقول لي A she have a cold، طبعا ده سؤال هيبتدي بدو او داز على حسب الفعل حبايبي، شي بتاخد هتقول لي شي بتاخد does، يبقى does she have a cold. 8 قولي they have a cold، طبعا نفس الكلام بناء على they اكيد هاخد do. طب ليه مثلا ما اخدش r، ما احنا قلنا r حبايبي ما يجيش وراها مصدر، r بيجي وراها فعل فيه ing. طب تعال نشوف نمبر 9 بيقولي do you a headache، نفس الكلام طالما سؤال يبقى اكيد هجيب have. طب تعال نشوف نمبر 10 بيقولي I a have a toothache، هتقول له طبعا هنا لازم اخد don't حبايبي في النفي مع I ما ينفعش اخد doesn't. تعالوا يلا نشوف صفحة 12 بيقول لي ايه نادر have a headache، هتقول لي هبص على نادر هلاقي اسم مفرد برافو عليك وفياخد does.
طب does he ايه a sore throat؟ طبعا الناس هتغلط وتقول ده هي بتاخد هاز، هقول لك does ما بتلعبش، بترجع فعل الاصل، يبقى does he have. غادة ايه an earache؟ هتقول لي اه. هنا بقى يا ترى هاخد doesn't have ولا don't have ولا have ولا having؟ طبعا كل ده لاحظ ان هو ما يمشيش مع مين؟ غادة، لان غادة مفرد، فاقول doesn't have. number 14 بقول I ايه a stomachache؟ اه هتقول لها مستر I بتاخد don't، فاقول I don't have، ما تاخدش doesn't ولا تاخد has. number 15 بقول نهلة and dream، دول جمع حبايبي برافو عليكو، فياخدوا مين؟ هتقول لي ياخدوا have. doesn't بتيجي مع المفرد، has بتيجي مع المفرد. طب تعال نشوف number 16 بقول my brother ايه a toothache؟ هتقول لي my brother a مستر مفرد، طب المفرد ياخد؟ هتقول لي ياخد doesn't have، ما ينفعش ياخد الباقي. طيب تعال نشوف number 17 بيقول لي have a cut on my arm، يا ترى مين من الضمائر دول اللي ياخد have؟ هتقول لي اي. number 18 بيقول لي ندى have a headache، هتقول لي يا مستر ندى مفرد، طب المفرد ياخد ايه؟ هتقول لي ياخد isn't wasn't doesn't، هتقول لي بس isn't wasn't الفعل بيجي وراهم فعل في ing، فبالتالي doesn't. number 19 بقول does she a an earache؟ طبعا سؤال حبايبي فلازم اخد have. number 20 بقول do a a headache؟ يبقى لازم اقول حبايبي ها do you الفاعل وارجع فعل الاصل، يبقى do you have، do you have. تعالوا نشوف حبايبي بقى التصحيح، بقول do you has an earache؟ هتقول له اه، مع دو لازم اجيب مصدر، يبقى do you have. do she؟ هتقول لي لا مستر شي ما بتاخدش دو، شي بتاخد داز. امير هاف استمكك، هتقولي لا يا مستر امير بياخد هاز عشان هو مفرد. نمبر 4 بقولي اي دازنت هاف ا توثيك، هتقولي لا اي بتاخد دونت يا مستر، اي ما بتاخدش دازنت. نمبر 5 بقولي ساره دونت هاف ا هيديك، هتقول لها يا مستر ساره مفرد تاخد دازنت ما تاخدش دونت. نمبر 6 بقولي وي هاز ا هيديك، هتقول له يا مستر وي بتاخد هاف، وي ما بتاخدش هاز. تعالوا بقى حبايبي نروح لصفحة 30، والصفحة دي هلاقي فيها تدريبات على يونت 7 بالكامل. طبعا بيجيب لي اسئلة الامتحان على كل سؤال سؤالين، السؤال الاولاني والتاني طبعا عارفين ان هما listening. تعال نسمع كده listening الاولاني، بيقول لي I like my bedroom, I share it with my brother. On the right there is my bed with a table next to it. On the left, there is my brother's bed. On the wall, there are lots of posters of animals. تعال نشوف هنا بيقول لي I don't like my bedroom. أكيد الكلام ده حبيبي false. False يعني خطأ. تعال نشوف number 2 بيقول لي I share the bedroom with my brother. يعني أنا بشاركها مع أخويا. أكيد الكلام ده true. تعال نشوف number 3 بيقول لي on the right يعني على اليمين there is my brother's bed، يعني بيقول لي على اليمين ده سرير اخويا، هتقول لي لا طبعا false ده سريري انا. number 4 بيقول لي on the wall there are clocks، يعني فيه منبهات، اكيد طبعا غلط لان الكلام ده قال لي ان هو فيه بوسترز، وبوسترز دي يعني ملصقات. تعال نشوف حبايب الليسننج الثاني، بيقول لي ام هبه، يعني انا هبه، من primary 5 يعني انا في سنه 5. I get up at 7 o'clock، بستيقظ الساعه 7. It's time for breakfast، ده وقت الفطار. My mother cooks breakfast. I have eggs and beans، يعني انا بتناول بيض وكمان فول. I drink milk، وبشرب لبن. I eat with my family، باكل مع اسرتي. Then I go to school by bus، بروح المدرسه بالاتوبيس. I like my school very much. بقول لي هبه is in primary 6، طبعا false لانها in primary 5. number 2 بقول لي هبه has breakfast with her friends، طبعا false لانها with her family. number 3 بقول لي هبه goes to school by bus، بتروح المدرسه بالاتوبيس، اكيد الكلام ده true صحيح. number 4 بقول لي هبه likes her school very much، يعني بتحب مدرستها جدا، طبعا الكلام ده برضو true. طبعا السؤال الثاني شكل ما احنا عارفين برضو listening، المفروض ان انا بسمع كويس عشان اقدر اجاوب. بقول لي فريدة بتكلم دينا، بتقول لها هاي دينا ويلكم تو ماي نيو ابارتمنت كومينج، يبقى اذا الشقة بتاعت فريدة وبترحب بدينا في شقتها، فدينا قالت لها ثانكس شكرا. دو يو لايك ليفينج ذير، هو انت بتحب المعيشة هنا؟ ففريدة قالت لها اي لاف ات، اتس ماتش بيجر ذان اور اولد ابارتمنت، اه ده كبيرة قوي عن الشقة القديمة. How long did you live in your old apartment؟ وانت عشتي في شقتك القديمة قد ايه؟ قالت لها 12 years since I was born، 12 سنة من ساعة ما اتولدت. فبتقول لها what's better about this new apartment؟ طب ايه الكويس بقى في الشقة الجديدة دي؟ قالت لها the oven، يعني الفرن. It's more modern، حديث. واللي فريدة's family moved to a new، طبعا moved to a new apartment، وان apartment حبيبي بمعنى
شقة تاني apartment بمعنى شقة. Number two, بقولي she lived in her old apartment since she was born, يعني من ساعة ما اتولدت. Number three, بقولي the new apartment, الشقة الجديدة, is much than the old apartment, قلنا bigger وbigger حبيبي بمعنى أكبر. Number four, بقولي the A is more modern, مين اللي كان more modern؟ هتقولي the oven. The oven حبيبي اللي هو الفرن. تعالوا يلا لسؤال listening اللي بعده. بيقول لي in ancient Egypt many people made their homes near the Nile. They used its water for drinking, cooking and washing. They also used mud from the river to make bricks for their houses. The mud bricks made very strong walls. طبعا هنا بيقول لي ancient Egyptians يعني القدماء المصريين made their homes near the, أكيد near the Nile يعني جنب نهر النيل. Number two, بيقول لي they used its water for a cooking and washing, أكيد drinking يعني للشرب. Number three, بيقول لي they also used a from the river to make bricks, يعني استخدموا ايه اللي من النار عشان يعملوا طوب, يبقى استخدموا الماد, وماد حبيبي اللي هو الطين. طب بيقول لي the mud ايه made very strong walls, طبعا the mud bricks اللي هي الطوب اللبن او الني. طبعا السؤال الثالث حبيبي بشكل ما احنا عارفينه هو سؤال التوصيل, وده لازم اركز فيه واقرا اليمت الشمال كويس وبعدين اليمت اليمين وابدا اوصل. بيقول لي there is a big oven, يعني في فرن كبير, اكيد in the kitchen يعني في المطبخ. Number two, بيقول لي he is very unlucky, يعني هو غير محظوظ, because اكيد he missed the bus, لانه ما لحقش الاتوبيس. طيب تعالوا نشوف حبايبي. Number three, بيقول لي I visited her house when, طبعا الكلام ده في الماضي, بقوله when I was five يعني لما كان عندي خمس سنين. Number four, بقوله the ancient Egyptians wanted, كانوا عايزين ايه, طبعا to keep their homes cool, كانوا عايزين يخلي البيوت بتاعتهم بردة. طيب number five, بقوله a lot of people made, كتير من الناس عملوا ايه, اكيد made their homes near the river, يعني كانوا بيعملوا البيوت بتاعتهم بجوار النيل. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال اللي بعده, وده سؤال توصيل برضو. بيقول لي the ancient Egyptians stored, وطبعا حبايبي كلمه stored يعني خزنوا, اكيد يبقى stored their clothes in metal boxes, يعني كانوا بيخزنوا الملابس فين, في صناديق معدنيه, فحصلها بسي. Number two, بيقول لي my house is, يعني بيتي, اكيد بيتي في الكونتريسايد, يبقى is in the countryside يعني في الريف. Number three, بيقول لي they didn't go يعني هم لم يذهبوا, فحجيب طبعا to والمكان, يبقى they didn't go to the beach on Monday, حوصلها بدي. Number four, بيقول لي Egyptian houses had, بيقول لي ان البيوت المصرية حبايبي had ايه, اكيد had special style, يعني كان ليها نمط مميز, فحوصلها بأي. Number five, بيقول I never sit in that armchair, يعني انا عمري ما عدت ابدا في الكرسي ده, فاكيد it's very uncomfortable, يعني غير مريح. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الرابع, وهو سؤال الاختياري. بيقول we have a modern oven in the, احنا عندنا فرن حديث, اكيد الفرن هيبقى فين يا حبايبي, in the kitchen, في المطبخ. Number two, بيقول that's very A, you ate everything and didn't leave any for us, كلت كل حاجة وما سبتناش اي حاجة, يبقى انت طماع وده ظلم, يبقى unfair. Number three, بيقول his cat died last week, القطة بتاعته ماتت الأسبوع اللي فات, يبقى he was very, أكيد unhappy, يعني غير سعيد. Number four, بيقول when we round 134.3, طبعا قلنا round ده حبابي يعني قرب, لما نقرب 134.3, it becomes, هنا بقى بيرجع لي حبايبي الدرس الرياضة بتاعنا, قلت في التقريب لازم أبص على العدد اللي وراء العلامة وأشوفه, لو هو خمسة فيما فوق يبقى زود واحد, طيب لو اقل من خمسة يبقى خلاص هشيله وخلاص. طب هنا التلاتة هتقول لي اقل من الخمسة مستر, يبقى خلاص هشيله ويبقى 134. طب تعال نشوف نمبر 5, بيقول لي the air brakes helped ancient Egyptians to keep their homes cool, طبعا اكيد دي المود بريكس, وان المود بريكس حبايبي الطوب اللبن. تعالوا حبايبي يلا نشوف نمبر 6, بيقول لي he ate all over Egypt last summer, طبعا last من علامات الماضي فلازم تقول لي traveled, طبعا الكلام في الماضي. It a rain yesterday, طبعا yesterday من علامات الماضي, وهنا في فعل في المصدر, يبقى النفي اكيد بمين يا حبايبي, بديدنت. نمبر 8, بيقول لي his father ate to Aswan last week, طبعا last week من علامات الماضي فلازم تقول لي went, يعني ذهب.
طب تعال نشوف نمبر 9. بيقول لي I didn't see my friend 2 years ago. بيقول لي انا ما قابلت صديقي. لاحظ طالما جاب لي didn't اوعى يغرك بقى كلمة ago، يبقى لازم ارجع فعل المصدر وميت. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي ايه the left of the room. طبعا عارفين the left of the right الاثنين بياخدوا حرف الجر on، يبقى اقول on the left. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الخامس، وده سؤال القطعة. بيقول لي the furniture in ancient Egyptian homes was very different from today. الاساس في مصر القديمة كان مختلف عن دلوقتي. There were reed mats، كان فيه طبعا حصيرة. To sit and sleep on they used papyrus to cover the windows، كانوا بيستخدموا ورق البردي عشان يغطوا بيه الشبابيك. and doors they kept the insects outside، ده بيخلي الحشرات تبعد برا. In every home there were large pots and baskets for storing crops and wooden boxes for clothes. والwooden boxes كانت للكلوز. Not many people had beds or chairs. مش ناس كتير كان عندهم طبعا سراير وكراسي. تعال نشوف يلا السؤال الاولاني. بيقول لي the word ancient means very، طبعا ancient معناها very old. Number 2 بيقول لي the ancient Egyptians used it to cover the windows and doors، طبعا اكيد كانوا بيستخدموا papyrus. papyrus اللي هو ورق البر. تعالوا يلا حبايبي نشوف نمبر 3. بيقول لي what did the ancient Egyptians use to store their crops. استخدموا ايه طبعا عشان يخزنوا المحاصيل بتاعتهم. طبعا شكل مقلي large pots and baskets، يبقى هكتب كده large pots and baskets. تعال نشوف نمبر 4. بيقول why did they cover windows and doors with papyrus. ليه كانوا بيغطوها بورق البردي؟ احنا قلنا طبعا عشان يخلوا الايه الانسكتس خلاص outside، عشان يبعدوا الانسكتس. يبقى اكتب كده to keep the insects outside، عشان يبعدوا الحشرات. تعالوا يلا حبايبي نشوف القطعة التانية. بيقول لي كريم and مها had a nice day they went to the restaurant. كريم ومها استمتعوا بيوم جيد راحوا المطعم. مها had a bowl of soup، ومها تناولت طبعا سلطانية شوربة سباجيتي، وتناولت كمان مكرونة سباجيتي and meat balls وكمان كباب. and 2 glasses of orange juice، وخدت كمان كوبايتين عصير. كريم had 2 loaves of bread، تناول رغيفين عيش. 3 slices of pizza، طبعا 3 شرائح بيتزا. and a can of lemonade، وكمان علبة ليمونادة. كريم and مها love this restaurant because its food is the best in the town، طبعا الطعام بتاعهم الافضل في المدينة. تعال نشوف نمبر 1. بولي كريم and مها had a nice، بولي كريم and مها had a nice ايه، اكيد had a nice day. مها had a of soup، طبعا a bowl of soup يعني سلطانية شوربة. تعال نشوف السؤال الاولاني. بيقول لي how much lemonade did كريم have. يا ترى كمية الليمون اللي كريم تناولها كانت قد ايه. طبعا هو had a can of lemonade، يبقى حاول كده a can of lemonade. نمبر 4 بيقول لي where did كريم and مها go، يعني اين ذهب كريم ومها. طبعا هما راحوا المطعم، فاقول to the restaurant، يعني حبايبي راحوا المطعم. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال السادس، وده سؤال الترتيب. do you where live، اكيد طبعا هقول where، فعل مساعد بتاعي do، فعل بتاعي you، فعل اساسي live. but where do you live، اين تعيش. looks unhappy he mother his died because، طبعا عايز اقول وكان يبدو غير سعيد لان مامته ماتت، فحقول he looks يبدو unhappy يعني غير سعيد because لان طبعا his mother لان مامته died ماتت. unlucky because the bus he is very missed he، عايز اقول ان هو غير محظوظ او غير محظوظ تماما جدا يعني لانه فقد الاتوبيس. اذا حاول he is very unlucky because he missed the bus، لانه ما لحقش الاتوبيس. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي met he new friends some، عايز اقول انه قابل بعض الاصدقاء الجدد، فاكيد هقول he met some new friends،
يعني هو قابل بعض الأصدقاء الجدد. تعال نشوف اللي بعدها. Number 5. بقول لي did people what build two homes use there. طبعا عايز أقول ماذا استخدم الناس لبناء بيوتهم. يبقى what الفعل المساعد بتاع did، الفعل بتاع people، الفعل الأساسي use، to build their homes يعني ماذا استخدم الناس لبناء البيوت أو المنازل. تعال نشوف نمبر 6. بقول blogging I about things like different. طبعا أكيد هقول إن أنا بحب أكتب مدونات عن مواضيع مختلفة. يبقى إذن هقول I like حبايبي هيجي وراها فعل في ing، يبقى blogging about different things. يعني انا بحب ادون عن اشياء مختلفة. تعال نشوف نمبر 7. بقول is also it ecological very. يبقى اكيد هقول it is also very ecological يعني هي بيئية. تعال نشوف نمبر 8. about what bedroom the. طبعا هنا باخد رأي what about، فإذا هقول what about يعني ماذا عن the bedroom يعني ماذا عن غرفة النوم. طبعا هنا بقى حبايبي مديني two paragraphs يعني فقرتين اتنين، واحدة بتتكلم على homes in ancient Egypt يعني البيوت في مصر القديمة، و your new apartment شقتك الجديدة، ودي طبعا اتكلمنا عنها في passages اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي، وان شاء الله هنعمل فيديو لوحده في كل الباراجرافز بتاعت الوحدة السابعة والوحدة التامنة ان شاء الله، هنجمعها كده في فيديو واحد ممكن تتفرجوا عليها ان شاء الله. تعالوا يلا نشوف السؤال الثامن، وهو سؤال punctuation. بيقول لي what did people use to build their homes. طبعا الدبل هنا هتبقى كابيتال حبايبي عشان في اول الكلام، بكمل الكلام عادي جدا واحط في الاخر question mark عشان ده سؤال. نمبر 2 بيقول لي they used mud bricks. طبعا التي بتاع ازاي هتبقى كابيتال حبايبي لانها برضو في اول الكلام، مفيش حاجه تانية في الاخر احط فلسطين. طبعا بكمل الكلام بكتبه حبايبي شكل ما هو. نمبر 3 بقول welcome to my new apartment come in. طبعا هنا حبايبي الدبل بتاعت welcome لازم تكون capital. welcome to my new apartment ما فيهاش اي حاجه، بس احط في الاخر طبعا exclamation mark علامه تعجب، وبعد الاكسكليميشن مارك حبايبي السي لازم تكون capital، فالسي بتاعت come هتبقى capital بالمنظر ده، وفي الاخر حبايبي احط الفلسطوب بتاعتي، يبقى دي فيها اربعة. نمبر 4 بقول what's better about this new apartment. طبعا الدبل بتاعت what's هتبقى كابيتال، الابوستروفي هو اصلا عاملها لي، هكمل لغاية الاخر واحط في الاخر question mark يعني علامة استفهام. طبعا حبايبي بقى ميزة جميلة قوي في الكتاب ده، هو بيقول لي في صفحة 35 the performance task. طبعا ده بقى المهام الادائية، وجايب لي المهام الأدائية عن الانشنت ايجيبشن هومز اللي هي البيوت المصرية القديمة اللي اتكلمنا عنها قبل كده وكتبنا عنها باراجراف، وبرضو هتلاقيه موجود ان شاء الله في مجموعة الباراجرافز اللي احنا هنعملها في نفس الفيديو. تعالوا حبايبي بقى نشوف التدريبات اللي على الوحدة التامنة، وطبعا برضو بتبدأ بأسئلة الليسنينج. بيقول لي in hospital in Bangalore a city in southern India there are many patients. The hospital treats patients from all over the country. With every patient there are about 10 family members. In India it's unusual for a sick person to go to the hospital alone. بقول بنغلور is a city in western India يعني في غرب الهند. قال لي لا طبعا false لانها في southern يعني في الجنوب. The hospital treats patients all over the country. It's true صحيح. With every patient there are about 9 family members. قال لي لا طبعا false لانه قال لي 10. Number 4 بقول it's unusual for a sick person to go to the hospital alone يعني معتاد. لا طبعا it's unusual يعني غير معتاد. تعالوا نشوف يلا الليسنينج التاني. بتقول my name is Mona and this is my school. It's got 20 classrooms and 2 laboratories. We have a big library at the corridor next to the computer room. Number 1 بقول my name is Mona يعني أنا اسمي منى. طبعا الكلام ده true. Number 2 بقول my school has got 10 classrooms. قال لي لا طبعا لأنها قالت 20 يعني 20. هنا طبعا مهارة الاستماع مهمة جدا أحبابي، ودي من أهم مهارات
اللغة. نمبر 3 بيقول لي we have got a small library، يعني احنا عندنا مكتبة صغيرة. طبعا الكلام ده false لان انا سمعتها big. نمبر 4 بيقول لي we haven't got a computer room، ما عندناش حجرة كمبيوتر. طبعا false لانها قالت ان المكتبة جنب حجرة الكمبيوتر. تعالوا يلا نشوف الليسنينج اللي بعده. أحمد بيكلم أمير بيقول له do you like honey، هل أنت بتحب العسل؟ قال له yes I do. قال له when do you eat it، يعني إمتى بتاكله؟ فقال له I eat it for breakfast، يعني أنا باكله على الفطار. قال له is it useful، يعني هل هو مفيد؟ قال له yes we can use it to heal wounds، يعني إحنا بنستخدمه عشان نداوي الجروح. طبعا هنا بيقول لي أمير likes، يبقى أكيد أمير likes honey، يعني بيحب العسل حبيبي. نمبر 2 بيقول لي he eats honey for، اكيد for breakfast شكل ما سمعنا، يعني بياكله على الفطار. طيب نمبر 3 بيقول لي honey is، طبعا شكل ما قاله honey is useful، ويوسفل حبيبي بمعنى مفيد. طيب نمبر 4 بيقول لي we use honey to heal، اكيد to heal wounds، يعني عشان نعالج بيه الجروح. تعال نشوف يلا listening اللي بعده. بيقول لي My name is Ola. My favorite subject is science. We have our science lessons in the laboratory. We must be careful in it. It's next to the library and opposite the toilets. I like doing experiments. تعال نشوف number one. Number one بيقول لي my favorite subject is، يبقى أكيد science. Science حبيبي اللي هي العلوم. We have our science lessons in the laboratory. Laboratory حبيبي اللي هو المعمل. Number three بيقول لي the laboratory is next to the، بيقول لي ان المعمل ده جنب ايه حبيبي؟ شكل ما شفنا ان هو جنب المكتبة، يبقى library يعني المكتبة. تعال نشوف number four بيقول I like doing، I like doing experiments، يعني انا بحب اعمل حبيبي تجارب. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال اللي بعده. سؤال التوصيل بيقول لي my friend طارق، my friend طارق يعني صديق طارق، اكيد هقول has hurt his leg، يعني جرح رجلي. سي نمبر 2 بيقول لي I have an earache، يعني انا عندي الم في الاذن، اكيد from swimming من السباحه. نمبر 3 بيقول لي can I have some، ده طلب حبايبي، يعني في الاخر question mark، يبقى some milk and honey. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي she has a cut، يعني هي عندها جرح اكيد on her arm، يعني في ذراعها. طب تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي دينا should go، يعني دينا يجب ان تذهب الى، اكيد هقول دينا should go to the dentist، يعني يجب ان تذهب لطبيب الاسنان. تعالوا نشوف يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي how long did you live، يعني كم المدة اللي انت عشتها، يبقى اكيد هقول in your old apartment، يعني في شقتك القديمة. نمبر 2 بيقول لي this elephant، الفيل ده is، طبعا مش ممكن هقول الفيل صغير، اكيد الفيل كبير، يبقى حصلها very big. نمبر 3 بيقول لي doctors and nurses، يعني الاطباء والممرضين، اكيد look after sick people، يعني بيعتنوا بالمرضى. نمبر 4 بيقول لي honey was used، بيقول لي ان العسل كان يستخدم، اكيد to treat wounds، يعني عشان يعالج الجروح. طب تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي did you cut your، هل انت جرحت، اكيد your knee last week، يعني هل انت جرحت ركبتك الاسبوع الماضي، طبعا هوصلها بسي. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤالي الاختياري. نمبر 1 بيقول لي ايه make honey، يا ترى مين اللي بيعمل العسل؟ اكيد bees، النحل. نمبر 2 بيقول لي A is an injury، يعني جرح حبيبي that damages your skin، ده بسميه حبيبي، هتقولي ده بسميه wound. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي we use the prefix، prefix قلنا البادئة A to give the opposite، بتدينا العكس مع possible، أكيد M عشان تبقى impossible مستحيل. علي is responsible person، يعني شخص مسؤول، but Sammy is A1، قلنا عكس responsible irresponsible، irresponsible يعني غير مسؤول. نمبر 5 بيقول when your head hurts، يعني لما دماغك حبيبي تؤلمك you have a، اكيد يبقى انت عندك headache، وهيدك حبيبي بمعنى صداع، تاني headache بمعنى صداع. تعال نشوف حبيبي نمبر 6 بيقول I ate something bad، يعني انا اكلت حاجه مش كويسه. I have a، اكيد يبقى انا عندي الم في المعده، يبقى stomachache. نمبر 7 بيقول the water in the oceans، يعني الميه حبيبي في المحيطات is cold، اكيد is cold salt water، لانها ميه مالحه. طب تعال نشوف نمبر 8 بيقول the water in the rivers and lakes is cold، اكيد طبعا دي fresh water، ميه عذبه. طب نمبر 9 بيقول the opposite of usual، عكس usual، اكيد unusual يعني
غير معتاد. نمبر 10 بيقول لي he has a toothache يعني عنده ألم في السنان. he should go to the أكيد he should go to the dentist طالما عنده ألم في السنان. قالوا حبايبي يلا نشوف القطعة بتاعتنا. بيقول رانيا is my best friend. رانيا دي صديقتي. she was born in 2006. وده حبايبي اللي احنا بنتوقعه. طبعا هو بيجيب لك قطعة بسيطة ولكن unseen يعني انت ما شفتهاش قبل كده. بيقول she was born in 2006. she is a student at أحمد عرابي school. there are 35 students in her class. يعني في 35 شخص في الفصل بتاعها. her favorite subjects are science and math. يعني المواد المفضلة عندها هي العلوم والرياضيات. She isn't good at social studies. مش شاطرة طبعا فين في الدراسات. Her school is near, so she walks to school. مدرستها قريبة فبتمشي. She has got 6 lessons a day. بتاخد 6 حصص في اليوم. بقول لي Rania has 8 lessons a day. خلاص عرفنا انهم 6. Number 2 بقول لي she goes to school. يعني هي بتروح المدرسة اكيد unfold لان المدرسة قريبة. نمبر 3 بيقولي what subject isn't. خلي بالك يعني ليست رانيا جيدة فيها. isn't رانيا good at يبقى اكيد حول social studies يعني الدراسات الاجتماعية. نمبر 4 بيقولي what are رانيا's favorite subjects يعني ايه هي مواد رانيا المفضلة. طبعا شكل ما قلنا ان موادها المفضلة هي science والmaths يبقى اكيد هكتب science and math. تعال نشوف حبيبي يلا القطعة اللي بعدها. بيقول لي my name is أحمد يعني أنا اسمي أحمد. I have a friend from France. عندي صديق من فرنسا. His name is Bill. اسمه Bill. He sent me a letter yesterday يعني بعت لي خطاب امبارح. He's coming to Egypt for a short holiday يعني هو جاي مصر حبيبي في أجازة قصيرة. I will meet him at the airport يعني هقابله في المطار. I will take him to the pyramids يعني هاخده الأهرامات. And the Cairo Tower وبرج القاهرة. I'm sure يعني أنا متأكد. He will enjoy them يعني هيستمتع بيهم. فلما يقول لي them دي عايدة على إيه؟ أكيد عايدة على الأهرامات وبرج القاهرة. Very much. تعال نشوف يلا السؤال الأول. بولي Bill is coming to Egypt يعني جاي مصر حبيبي بإيه؟ أكيد by plane. هتقول له يا مستر بس ده هو ما قاليش. هقول لك ما هو قال أنا حابله في المطار. هو إيه اللي هيجي المطار؟ أكيد طيارة. نمبر 2 بولي بيل از بيل ده ماله حبيبي هو من فرنسا يبقى فرنش فرنسي. تعال نشوف يلا نمبر 3 بيقول لي what does the underlined word them refer to. قلنا حبيبي them دي عايد على ايه؟ برافو عليكم على the pyramids يعني الاهرامات and the Cairo tower وبرج ايه حبيبي؟ برج القاهرة. تعال نشوف نمبر 4 بيقول why is Bill coming to Egypt. يعني ليه بيل جاي مصر؟ قال لي for a short holiday يعني ليه أجازة قصيرة. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. نمبر 1 بيقول throat do a you sore have. سهلة قوي دي حبايبي. يبقى do you have يعني هل انت عندك a sore throat يعني هل انت عندك التهاب فين في الحلق. نمبر 2 to how go school does Iman. طب عايز اقول كيف تذهب إيمان الى المدرسة يبقى اكيد هقول how does Iman go to school يعني كيف تذهب إيمان الى المدرسة. طب تعال نشوف نمبر 3 بقول to apartment welcome new my. طبعا عارفين ان ويلكم حبيبي بتاخد حرف الجر تو يبقى ويلكم تو. طب ويلكم تو ايه؟ ماي. ماي مين؟ الصفة بتيجي الاول يبقى نيو ابارتمنت يعني اهلا بيك في شقتي الجديدة. نمبر 4 بولي بيدروم ماي سيستر ويذ اي شير ماي عايز اقول انا بشارك غرفة مع اختي يبقى اي شير ماي بيدروم with my sister يعني بشارك غرفة مع أختي. طب تعال نشوف نمبر 5 بقول لي you did club go to the طبعا أكيد سهل قوي دي يبقى did you فعل بتاعي go to the club يعني هل انت رحت النادي. طب تعال نشوف نمبر 6 yesterday ate bad something I يبقى هقول I ate يعني أنا
كلت. طب يا مستر اجيب بادي الاول ولا something؟ قال لي لا، الضمير غير المعرف حبيبي شكل something و someone و anyone و somebody و anybody، الصفة تيجي بعده. يبقى اقول I ate something bad yesterday، يعني انا اكلت حاجة سيئة امس. طب تعال نشوف number 7، your food what's favorite؟ اكيد هقول what's your favorite food، يعني ما هو طعامك المفضل حبيبي. طب تعال نشوف the last one، اخر واحدة، dentist go to he the should. طب عايز اقول يجب، وقلنا should بيجي وراها مصدر، فاقول he should يعني هو يجب، بيجي وراها مصدر حبيبي، go to the dentist يعني هو يجب ان هو يروح للطبيب. طبعا هنا الباراجرافز برضو حبايبي مديني عن الهيلثي فود كتبنا عنه كتير، والامبورتنس اوف ووتر واهميه الميه برضو كتبنا عنها كتير، وبرضو هيبقوا موجودين في الفيديو المجمع للباراجرافز. تعالوا نشوف يلا سؤال البنكتويشن معانا، بيقول لي اي هاف ا توثيك، طبعا الاي كابيتال عشان في اول الكلام، الباقي كله هكتبه بشكل ما هو واحط في الاخر الفول ستوب بتاعتي. طيب بيقول لي داز هي هاف ا كولد، طبعا الدي بتاع داز عشان في بداية الكلام مش هلاقي اي حاجة غير الكوستشن مارك، طبعا بكتب حبيبي الكلام سيبوش فاضي. طبعا عمر ال A capital عشان في اول الكلام، has an earache from swimming، طبعا في الاخر هحط في الستوب لان دي حبيبي جملة عادية جدا. do you get up early، طبعا ال D capital عشان في اول الكلام، you get up early يعني هل انت بتستيقظ مبكرا، وحط في الاخر question mark. thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. goodbye، السلام عليكم.